تنويه بسيط يا جماعة الخير، طبعا انتو شفتوا المقطع اللي فات صورت بهذا المايك. طبعا المايك اللي كنت شاريه كان تقليد، صارت لي قصة مع امازون وبدلته وشريت واحد ثاني. المهم وصلني المايك الجديد. مقطع اليوم لما كان ما عندي مايك صورته بالمايك القديم. المشكلة لما صورته بالمايك القديم ما انتبهت للأصوات، فدمج صوت المايك مع صوت اللعبة، فصار ما في توازن بين صوت المايك وصوت اللعبة. اعتذر عن هذا الخطأ الغير مقصود، لكن لجمال المقطع ورهابة المراحل اللي فيه ما يعني قلت بخليه ينزل. شيء ثاني برضو انه فيه غير توافق او عدم توافق بين صوتي وبين فمي وانا اتكلم. هذا راح تشوفونه في المقطع الجاي، المقطع هذا والمقطع الجاي. المقطع الجاي هو كان جزء من المقطع هذا، لكن لطول المرحلة وصعاب صعوبتها والرياكشنات اللي فيها، فقررت اني اجزئها الى مقطعين. مقطع اليوم قصير شوية، ومقطع الجاي راح يكون مرة دسم وطويل. فلا اطول عليكم في المقدمات، لا تنسى اللايك. يلا خلينا نبدأ. The infected base. أوه. أوه. لا مسكر من فوق كده. انفكتد بس ما شاري من معفنة. اوكي احسن شيء يسبقهم ولا تسبنهم. مفتاح، انتظر شيء. ليش توقعت مفتاح في باب؟ اي في باب صح. طيب اضغط هذا او هذا او هذا. اوكي لقيت المفتاح. تشيك بوينت، نايس. هل فوز؟ ايش اسوي؟ انتظر اوكي، انتظر الباو تجي. اوكي كيف الحال يا مشروع معفن؟ شو الاخبار؟ ترى في تشيز اقدر ما انتظر الباو اضرب من هنا. يس انتمشت موتو. يس الفوز صح؟ ياي نايس. والله حلوة، أخذنا فيرست كلير، تستاهل لك. باوزر بات ايفن هاردر، عجبني الاسم. اوكي. لحظة، لا تقول لي ايه هذا، كيف هذا، كيف اباريه؟ وين النجمة؟ طلع النجمة. احس النجمة متخبية في مكان ما. وين هي؟ ما اقدر اقتله بعشر ثواني، حتى لو معي وردة ما اقدر اقتله بعشر ثواني، مستحيلة. طيب بتدمج، يعني حتى لو ضربته بتدمج. هنا كذا يبغى لي 40 ضربة. مستحيلة يا شباب، مستحيلة، متخبي شيء. في شيء متخبي. كيف أقتل باوزر ومعاي كاتسوت بس؟ هل يبغاني المشكلة إذا ضربته بزحلقة بعدها بتدمج. على طول بتدمج.
وإذا ضربته بالمخشة برضه بتدمج، واللي أنقض عليه ما ينضرب، وإذا نطيت عليه برضه ما يتعور. المشكلة ما عندي إلا 9 ثواني أو 10 ثواني بس. أيوه كذا دمجته بس ما دمجني. خليني انتظر انتظر يوقف. مع كل زحلقة دمجته 3 دمجات، أو مع الزحلقة الواحدة. المشكلة كيف بثبته يعني؟ فريت الماب كله تقريبا، مش مخبي شيء، متأكد مش مخبي شيء. لو مخبي شيء بيبين. فريت الماب كله، لو مخبي نجمة بيبين. أنا قايل في نجمة متخبية في مكان، قعدت أمخش في كل مكان في العالم لين مستحيل تقاتله بدون نجمة، مستحيل يا شيخ. حرفيا مخشت في كل مكان في المرحلة حرفيا. توقعت يمكن قلت يمكن مخبي عند الفوز يمين ويسار، طلع مخبي آخر شيء في المرحلة. طيب برجع أقول لهم إن في نجمة مخبية تحت، أقدر أطلعها برأسي لما أسوي رول. لا ما تطلع، لازم أمخشها بالكاتسوت. عشان كذا قعدت أسوي رول، قلت يمكن يعني الرول يبين الأشياء المخبية يطلع. لا ما أقدر أحط كومنت أصلا، ما أقدر أحط كومنت. مع الأسف يا باني. كلير فايف. اوه هنا ما اقدر ادخل، لازم افجرها. هنا اوكي مفتوح. الاون اوف. اوكي قتلت التوام. طيب قبل ما اروح هناك انا اشوف ايش في فوق. اوكي في فايف تمام. يطلع لي شيء. اوه توقعت صراحه هامر سوت، ما توقعت هذا يكسر. ما يكسر. ندخل الماي برضه ما يكسر. طيب عدت معي طلقه. افتح لي. اوبن ذا دور. يلا افتح. تحت اللي فوق اتوقع فوق لان تحت مسكر. هنا فجر الدنيا، وبعدين اخذ القرش وافتح. ما ياخذ القرش، ما ياخذ القرش. كيف اخذ القرش اجل؟ يبغى لي يمكن هامر سوت. هنا كات. كاتسوت. اوكي اقدر اخذ بالكاتسوت. موتو موتو. خلي واحدة احتياط. خذينا قرش. اطلع من فوق. نايس 50. مكان سري حلو حبيت. طيب هنا خلاص خلصنا المكان المفروض. اروح فوق. ما في شيء فوق. طيب نشوف تحت. نقدر تحت. اوه بالكات سوت. نايس نايس. اوكي قاعد اروح بالترتيب. اوه حركه المرحله والله. طيب ببرب. هذول عقبات صح. مات الفاير برول على اليسار. انتحر. يلا انت موتك انتحر بعد. يلا نط. لا نط مكانه. طيب
والله سويت الفر حرام. حسيت ان في زياده طلعت ظاهر مسكرني فوق بالكامل. اوكي رجعت مره ثانيه ذا المكان اللي فيه بروبيلر هالمره. خلني شو اسوي؟ خلني البروبيلر ماني ماخذها. اتدمج اخذ الهامر سوت بعدين اتدمج مره ثانيه واخذ الهامر سوت مره ثانيه بعدين اتدمج اجيب العيد. دمج ناخذ الهامر سوت. ايش فيني؟ كله اتدمج فوقات غلط. هالمرة لازم اعدي لازم خلاص بلا استهبال. بديناها استهبال. تدمج اطلع فوق خذ الهامر سوت تدمج خذ هامر سوت ثانية وتدمج خذ الهامر سوت الثالثة. لا لازم اتدمج ما احتاج البروبيلر عشان اقدر اضرب الهامر. لازم اضرب الهامر بدون بروبيلر. اخيرا مكان جديد ابشركم يا شباب. رجعني هنا في البداية. حركات هذا القرش الثالث والقرش الرابع وين؟ هنا صح؟ لا مش هنا. وين القرش الرابع؟ في البداية؟ كويس اني ما حبست نفسي. كويس جدا. يمكن هنا القرش مخبى بالبوكسات. يتخبى القرش بالبوكسات؟ لا ما يتخبى بالبوكسات. هنا. اوكي. اروح فوق. قبل ما ادخل الور بلوك خليني اروح فوق اشوف. اذا في شيء فاتن. هذا المكان اللي اجيت منه اصلا. اوكي. اوكي. اتوقع خليني اروح اشوف في البدايه. هنا هذولي. يا سلام يا حيوان. دمجني. لا تقول لي محتاجها. ارجوك لا تقول لي محتاجها. طيب هنا ايش بدمج لازم بدمج اصلا كذا ولا كذا. حلو. بعدين طيرني فوق. ليه كذا؟ ليه تفاجئني؟ ما احب المفاجآت انا ترى. طيب يا شباب اللي لسه ما ضغط زر اللايك ايش تستنى؟ عطني لايك عشان نفوز المرحلة هذه. طيب هنا انتبه من ال اروح فوق اول. هل اخذ هذه اول؟ او اقدر اعديها اصلا مش لازم. نايس يعطيني البومراي. بعدين الفوز. نايس اخيرا. حلوة مرحلة والله حلوة. وفرز كلير وتستاهل لايك. طيب وبس يا شباب هذا المقطع اليوم. أتمنى يكون عجبكم. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع زي ما أنا استمتعت باللعب. أعتذر كان المقطع قصير لأن وقت التسجيل كان عموما قصير بالنسبة لي. فنشوفكم إن شاء الله مقطع جديد. سلام.